يا مرحبا فراحيب السيف. النية كانت يا جماعة هذا، لكني ما قدرت أقاوم الملذات اللي موجودة هنا. عندك رز الوليمة مع شوية بصل مع كبسة البهارات والسمطرة والزبادي. وين الزبادي؟ الزبادي شحكي لك عن السمطرة مع الزبادي مع كبسة أبو مونق الحصرية اللي والله إني ما ظنيت بتفلح اليوم. زي ما تعرفين يا جماعة الخير عندنا النظافة أهم شيء، هذا عامل أساسي. فاروق البصل هذا غسله ممتاز. سكين فاروق، هذا يا فاروق قشر، ها تقشير ممتاز. ناخذ لنا بس من هنا هذا ها ايوه ممتاز قشر. طيب بيضة وجه هذا، اقسم بالله اننا نشمي والله فاروق. طيب ما احتاج ان ندخل بالتفاصيل، خلونا نروح نبدا نجهز. والله العظيم اني ما ادري ايش بسوي، لكن يقول هذا القدر الذكي ترى مو بعيد، هذا اضغط زر بقى على رب العباد. ان شاء الله نقول ان شاء الله. احنا بنسوي اللي علينا الان، بنقول بسم الله ونبدا بالتقطيع. الكوسه من اهم مكونات الكبسه يا جماعه الخير. بنقطعها هيك شكل شباب. الله عليك. شفتوا؟ لازم تكون سريع بالتقطيع وتنتبه لاصابعك. قطعنا الكوسه يا جماعه زي ما انتم شايفين امامكم المتضح. طيب يا جماعه لازم نحط الزيت في قدر الضغط عشان يكون ممتاز. فراح نحط لمسه كذا خفيفه، بس خفيفه مره، بسم الله الرحمن الرحيم، بهذا الشكل. شفتوا كيف كذا خفيف؟ والله مو خفيف ذا، بس عشان الدجاج ما يلصق والكشنه. الكشنه يا جماعه الكشنه ممتازه. بس حطينا الزيت. هي البدايه دائما الواحد ينسى. طيب نحط تسخين لمده الزمنيه اللي نحط تسخين اهم شيء. اوكي على بال ما يتسخن يا جماعه، الان نبدا بسم الله نقطع باقي الاشياء الموجوده هنا. قطعنا الكوسه يا جماعه. الجزر بيعطيك لمسه مهمه في نكهه الطعم، بيعطيك احمرار بسيط. فالجزر انا راح استخدم فيه استراتيجيه جديده، استراتيجيه النص. من النص شباب، شوفوا كيف لمسه واحده بس. طيب يا جماعه نبدا الان بسم الله باول شيء مهم. ناخذ البصل هذا الشكل نحطه. يا عيال اول مره نسوي، اقسم بالله. وش الحركه دي يا احمد؟ حقه المويه، توخر المويه. هذا الماء صدق انها يبغى لها بصل زياده ولا يبغى لها بصل شوي. بحط هذا بدري، هو زين الحين احطه. بحط ايوه عشان يعطي احمرار. شباب قرب اعلمكم الان لازم تبدا تتحرك مكونات الوجبه نفسها. تحتاج تغير من اللون البصل تعطيه نكهه. فاللي بتحتاجها الان قليلا من صلصه الطماطم، تقص من الطرف كذا بهذا الشكل صلصه طماطم تمام. وبتحتاج ايضا عزيزي المتابع البهارات، بهارات الكبسه الممتازه. خليها على جنب هنا، تفتحها كذا تخليها تمام معي انت. ايضا برضه راح تحتاج الملح. يا سلام على الملح الخفيف في البدايه، ملح خفيف في البدايه بس عشان يعطيك لمسه في الاخير. هو بدري على الملح، بس احنا عندنا وزنيه خاصه، اتمنى ما حد يتكلم. عندنا الثوم يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين، فص الثوم بندفه مع 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 دفه الفواكه والخضار. تفضلوا معنا. ايوه استاذ فاروق، كيف شغل؟ غسيل هذا؟ غسلت الرز ولا لا؟ لا الرز الحين بنغسله فاروق، لازم الرز غسل الان عشان تايم. تايمينج از جوينج اون. الان زي ما انتم شايفين حطينا هنا البصل، والان تحمر البصل، وحطينا الرز هذيك الجهه. خلينا الرز يتدمر ويتغطى. الان يا جماعه راح نحط الدجاج ونحط المكونات معاه الاساسيه من الخضار. بسم الله بدينا نسمع الاصوات الطيبه. خلوكم جاهزين معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط على بطنه. انا بطنه بيكهربني. بسم الله يا ربي ما تقلب. حلو مو كذا، على وش؟ على هذه؟ على جنب اخي. قاعد توترني انا عارف. اسكت يلا اني بقلب هذا الحين. بسم الله. طيب زي ما انتم شايفين شباب، نعطيها بس حركه سريعه كذا شباب، حركه. قولوا ما شاء الله يا جماعه. يلا نبدا نحط الان المكونات الاساسيه. بنحطها على دفعتين عشان المساحه عندنا بالقدر جماعه، المساحه نحطها على دفعتين على دفعتين على دفعتين. ايوه قام يتفجر الشيء، الله يستر. طيب نحرك وهذا الشكل بسيط، تحريك بسيط بس. الان راح ناخذ الان الوزنيه اللي يبغى لها دقه جدا. تحط قليلا من ايش؟ من البتاع هذا كذا بهذا الشكل قليل، يعطيك احتمار قليل هذا الشكل. البهارات اكيد طبعا، البهارات كذا. ان شاء الله ما نكثف، كثرنا بس مو مشكله، يعطيك لمسه خفيفه جميله. نبدا نحرك حركه خفيفه. بسم الله الرحمن. أكيد لو تلاحظون شباب إنها يابسة الآن نوعا ما، فنحتاج قليلا من الووتر
بحيث انه يكون يعطيك لمسه خارجيه خفيفه جدا الووتر، ولازم توزن فيها. شوفوا يا زلمه المتابعين، ما تقعد تسوي حركات، تعطيها كذا خفيف ثم من الاطراف. اخر شيء تسوي كذا. الان راح نقفل وراح نخليها على النار على البوتاجاز لمده ما ادري كم، بدور بالنت وبشوف. والله الريحه واصله الينا. هلا. الساعة كم؟ الساعة 11:30. اتوقع احنا نسوي لنا شيء حلو. والله انا اتوقع انه بيجي على البطن. ريحة المقرس والله من الريحة. والله واصل الحين. الحين بيجي تسمم، الحين بطلت. بجهز لي طلب. هلا. يا انت بتجينا تسمم والله من بشاعر. شوف احمد ها تعبان الشيء. صح صح. اركان. شميت الريحة؟ والله وصلت والله. متحمسين؟ والله متحمس لها الصدق. والله؟ واحس احمد بيبدع فيها. ما ودي اروح اقول له فهمت؟ لانه صدنا، داهمنا وقت الدوام وحاسنا فوق تحت الله يسامح. هدف يا جماعه. ما ادري بس شكله مين بيجي. والله. فاروق كويس؟ فاروق كويس؟ فاروق كويس؟ 100% شباب، نقول بسم الله. بكره التقوي رحمه الله فريق اي سبورت. استاذ قدر الضغط موجود في المقر وذلك باثراء فاروق الموجود هنا واثراء. افتح افتح الله اكبر يا ساتر يا اخوان. بسم الله لا اله الا الله. فاروق فاروق ادخل الثلاجه. ما في مشكله ما في مشكله. هجوم زوم بس اكثر نار زياده. ايوه لازم زياده. دقيقتين باذن الله ويكون جاهز. اي كل شيء تمام شباب، الحمد لله قدرت اني افتح. احمد خلى يا احمد، احمد خلى روشتنا يا اخوي مرق الدجاج. ما في مشكله. الله اكبر. شوي 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 شوي. لا لا في مشكله. خلاص خلاص الحين يفتح هذا. بسم الله. بارد بارد بارد. قنبله هي مو قوم عدو كبسه. يو سولو يو الله اكبر يو سولو الله اكبر. ها ذوق ذوق خلي ذوق خلي ذوق. يبي صوت شويه يبغى له. اوه الدجاج مش ممتاز. يا سلام اطربني. جهز الماء، الماء وينه؟ حرك الله يحفظك، مع السلامة. إن شاء الله. الله. أشوفك بعد 20 دقيقة إن شاء الله وعشر دقائق، 10 دقائق. طيب يا جماعة، الآن أبى أعطيكم سر الطبخة كامل، شيء على ضمانتي الشخصية مدى الحياة. تحتاج فقط السمطرة، الزبادي، وملعقة أو عظمة تحرك فيها تصرف. كل اللي تحتاجه أول شيء الزبادي تخضه بهذه الطريقة لين ما يصير موي. لازم الزبادي يذوب ذاب ذاب الزبادي تمام. تفتح الزبادي بهذا الشكل. لازم هذا الشكل، لازم هذا الشكل. تاخذ هذه قفله، تمسك الملعقه. شوف ركز ركز كيف اللون بيتحول. والله يا جماعه انه من ألذ الطبخ على المضغوط وعلى على رز البشاور. والله انت تجيني. راح نبدا نخض خضه خفيفه. لو تلاحظون معانا الان صارت معك احلى صلصه سمطرة في الكره الارضيه. بالعافيه. يا الله يا ربي الريحه. يا رب العباد اللهم صيبا نافعا. صد والله اني متوتر كاني قاعد انتظر مولود. طيب يا جماعه حسب خبرتي بالشم من الريحه واضح ان فاروق الله يصلح فاروق ها الرز ما خلاه يتشرب من المياه كثير فاتوقع رز ما نضج. بنفتح الان مع بعض ونشوف. اوكي بإذن الله. خلاص خلاص هو.
بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر ما شاء الله يا ساتر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا جماعه يلا يا جماعه سموا سموا قوموا قوموا يلا 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 اجري اسوي حركه من هنا من هنا من هنا من هنا. لا 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 احمد احمد شيل هذا هذا هذا. طيب هات هات الله يخليك يا ساتر. ايوه احمد السفره ما عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السفره والكوره والدنيا هذا كانت كلها اقلب. الله عليك يا فنان ابشروي. بسم الله كفو يلا مقلوبه. والله مقلوبه مو محروقه مقلوبه ترى مقلوبه. دقيقه شوف 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 يا ساتر شوف 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 ما شوف 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 والله صفقوا والله صفقوا 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 صفقوا. لا اله الا الله يا جماعه. احمد احمد قوم بس قوم بس قوم بس 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 قوم بس عبد الله. والله بدون مجامله اني اعطيه 8.5 من 10 وكأول طبخة 10 من 10. حبايبي حبايبي بس انه الخلطة مو بالحين الخلطة اوف 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 ريكوردينج هذه فيها تركيز. طيب يا جماعة توقع وصلنا الان لمرحلة الطهمجة تايم. لا تنسون اللايك والاشتراك واذكروا الله قولوا ما شاء الله. الله يسعدكم. تبون نسوي طبخات الجزء الثاني علمونا تحت. الله يسعدكم فمن لا يعطيكم العافية على مشاهدة المقطع. شفت كيف لا حد يلومني يقول ابراهيم ليش ندب يا اخي. كل ما انحف كل ما اقول يلا همش انقص كيلو كلوين بوف كبسة كل يومين كل يوم احمد دب كبسة 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 يا صوت لذيذ تقعد تضرب كذا بالخمس والله الذوقه تدمن. فلا حد يلومني. دقيقة قبل ما تمشي ما عليك مو على راز كينجدوم. لا تحش لا تضحك. اسمع اسمع صدق اسمع. شوف الوصف في تحت قناة جديدة كذا قناة حقت مقاطع تحديات مع شباب المقر ابو 4 دقائق 5 دقائق شيء شغل سريع فيديوهات قصيرة كلها حماس كذا ما في تمطيط ما في 10 دقائق اعلن لا كذا سريع 4 دقائق 5 دقائق نشوف من اذكى واحد من اكثر واحد يفكر من اقوى واحد. ادخل شوف الوصف شوف المقاطع لايك سبسكرايب للعلوم الزينة. حلو يعطيك العافية المشاهدة. السلام عليكم. واقف على رجولي محتاج غيري يسرع عكاز تنوي تكسر رجلي حاقد واكسر سعيك بالانجاز. اسمي باور اكبر تاور والتعبير الصح انجاز يوم الكل يتساقط جنبي واقف والكل ينحاز فرض وجودي طرق حارق صدر الهيترز حرق غاب غيري صعود السلم حتى الاعمى شاف الفرق.